أنا لنا ولا أنت؟ على مين عندك؟ لا خدي عندك. طب يلا عناد بعناد. أنا بقى ما بخافش ودخلها قفش بقى وعندي استعداد. على مين عندك؟ لا خدي عندك. طب يلا عناد بعناد. أنا بقى ما بخافش ودخلها قفش بقى وعندي استعداد. عاملالي ملك زي النسمة، في حاجات ما بتقبلش القسمة، خدتوا الخلق وخدتوا العصمة، هالناقص تاخدوا هدومنا كمان. معلش اصحى يا بابا وفوق، كل كلامك ولا بيحوق، احنا الاصل اهدى كده وروق، علشان وشك بيجيب الواق. هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو انت داخل درس تاريخ، وعموما اسأل لو حبيت. هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو انت داخل درس تاريخ، وعموما اسأل لو حبيت. عاملالي ملك زي النسمة، في حاجات ما بتقبلش القسمة، خدتوا الخلع وخدتوا العصمة، كان ناقص تاخدوا هدومنا كمان. معلش اصحى يا بابا وفوق، كل كلامك ولا بيحوق، احنا الاصل اهدى كده وروق، علشان وشك بيجيب الواق. مراية ونت وشان، أحسن من اللي عايشها بنات. يومك بيخلص في الكوافير، يومك أهاوي يا ريت كافيهات. لكن رغم ده كله أنا قلبي ماسك فيكي بإيده وسنانه، وأنا متعلقة بيك من بدري، والحب حلاوته في جنانه. لكن رغم ده كله أنا قلبي ماسك فيكي بإيده وسنانه، وأنا متعلقة بيك من بدري، والحب حلاوته في جنانه. يلا عشان تلحق تعمل الغدا، البنت زمانها جايه هتبقى جعانه. الغدا خلص والرز بتشرب، والفراخ البانيه هحمرها لما هي تيجي، اصل الفراخ لما بتبرد بتجلد. طب قطعت السلطه ولا لا؟ ايوه خلصتها. اوعى تكون عصرت عليها ليمون، عشان الليمون لما بيتعصر بدري بيدبل السلطه. لا اللي بيدبل السلطه يا اختي هو الملح، وانا لا حطيت ملح ولا ليمون. طب الحق خلص اللي وراك بسرعه عشان تلحق تاكل معانا، مش كل مره هنغرف لك بره لوحدك. اهو كل مره تقولوا الكلام ده واجي الاقيكم خلصتوا الاكل. يلا يا منيش شد حيلك يا حبيبي. بقول لك ايه، انا هاخد قيلوله، اوعى تصحيني غير لما اتحمر البانيه. عايز انام شويه. ايوه يا حبيبتي. ايه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب اللي انت روحتيه طلع مكتب اكمل؟ ياه القدر بيلعب لعبته. امك تكتكت وخططت وربنا واقف جنبي عشان تعرفي هو العريس اللي مكتوب لك يا حبيبتي. ما تاخريش عن الغدا. باباكي عامل بانيه وعامل رز، ولا بقى اللفت المخلل هتاكلي صوابعك وراه. عايزه خيار مخلل؟ حاضر يا حبيبتي، هخليه خللهولك ولغاية ما تيجي يكون استوى. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. ياه على الظروف. يا منير اوعى تصحيني غير لما تكون حمرت. ياه
تهلا. قافل السماعة، تجيلي دلوقتي حالا. اوكي؟ تحت امرك يا فندم. برافو هلا، كده نحب بعض في الشغل. هلا روحي نادي لي السكرتيرة الجديدة. سوري، الجميلة الجديدة اللي اسمها ايه دي؟ الباشمهندسة الجديدة هلا. طب هو انا ما ينفعش؟ ما انا لو كنت عايزك يا سيادة السكرتيرة كنت قلت لك ايه؟ نادي لي السكرتيرة القديمة. هو انا بقيت قديمة يا استاذ اكمل؟ طب انا متجوزكوا بقى. اوعي تنسي يا هلا ان انا صاحب الشركة، اوكي؟ ها؟ ليه بتحوليني العريس فجأة؟ قولي الأمر تنفذي على طول. حاضر. امشي. هلا قوي قوي. أفندم. أنت لسه برضه من غير بنطلون؟ هنهزر؟ لا دي حرية شخصية، أنا ما أقدرش أعمل كده. بعدين تعالي هنا. إزاي تخشي عليا المكتب كده، مكتب رئيس الشركة وصاحب الشركة كمان، من غير ما تخبطي ولا تقولي لو سمحت أنا داخلة؟ أخبط؟ أخبط ليه؟ حضرتك ناسي إن أنا كنت بايتة عندك في الأوضة إمبارح؟ فاكرة جميلة. مش قادرة تنسي أنت طبعًا، ها؟ بس أمك كانت بترفص، مش فاهم ليه. على فكرة بقى انت قليل الذوق. على فكرة بقى انا ذواق جدا. وكمان الست والدتك. اشمعنى؟ اوعى تكون فاكر ان انا هشتغل هنا، انا قلت كده بس عشان هي استفزتني، لكن انا ماشية. غوري في داهية. اوكي. اوكي. تعالي هنا جميلة، تعالي هنا، انت بتصدقي لي؟ وانا ليه كل واحدة اقول لها روحي غوري في داهية تمشي كده وتسيبني؟ انتوا بتفهموني غلط ليه؟ انت غريب قوي على فكرة. على فكرة انت اغرب جدا على فكرة. انت ازاي مستحمل نفسك يا ابني انت؟ عشان انا عايش معايا. مش عارفه انت ازاي مستحمل امك تتحكم فيك بالشكل ده. عشان دي امي وده تحكم ام لازم اقبله. انت انسان ما عندكش شخصيه. صحاب كتير قالوا لي اجمل انت ما عندكش شخصيه وما زعلتش. وامع؟ لا لا يا جميله، انا مش امع، انا اجمل يا جميله. انا مش عارفه امك خايفه عليك على ايه. عشان انا امور قوي. انت اخرك اصلا البنت المفشوله اللي هتموت وتتجوزك دي. محدش هياخد مني حاجه غصب عني يا جميله. واوعي تنسي ان انا مدير الشركه. احترمي نفسك، عيب. ايه نسيتوا نفسكوا؟ انا داخله تقول لي انا القديمه والجديده وانت جايه بس انت عندك حق يا جميله، عندك حق. انا فعلا فعلا زي ما انت بتقولي، معاك حق في كل الكلام اللي انت بتقوليه. انا مفيش حد اعرفه الا مال عليا كده قال لي اكمل انت مالكش شخصيه. قلت لهم ان شاء الله هيبقى ليا قريب، قالوا لي لا استعجلوا عليا. أنا لوحدي يا جميلة، لوحدي، لوحدي. ماما ضغطاني، ماما ضغطتني، وكل حاجة في الشغل ضغطاني. عشان إيه؟ وبعدين أنا مش هينفع ما أنفذش كلامها، دي أمي، أمي يعني أمي. أنا مش هنسى اللي أنا اتعلمته. أمي نداء محبتك، بل إن كل الحب أم. أمي عطاء زاخر في فلدها فلز كذنب، في فلزها فلز كذنب. فاهمة فاهمة جميلة. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ خلاص أنا أسفة. لا يا جميلة، أنا أتعس واحد في الدنيا. خلاص بقى حقك عليا. لا لا، أنا ما حدش حاسس باللي جوايا يا جميلة. طب خلاص أنا فهمت. أنا ما فهمتش، ما فهمتش يا جميلة. خلاص بقى طيب، ما تخلينيش أكره نفسي. لا اكرهي، اكرهي يا جميلة، عشان أنا كمان بكره نفسي يا جميلة، مش عارف أعمل إيه. وبعدين دي أمي. يعني أمي يا جميلة، أعملها إيه؟ اعتبر إن مفيش حاجة حصلت. لا ما هو حصلت، مش حصلت يا جميلة. معلش سوري والله سوري، بس أنا مفيش حد جنبي يا جميلة. فترة كبيرة جدا قاعد في الشركة الطويلة العبيطة دي، وبنخسر، بنخسر يا جميلة، أنا بخسر كل يوم بخسر. خلاص معلش معلش، خلاص بقى. الحمد لله الحمد لله. يعني أنت خلاص كده مش هتمشي من الشركة؟ لا مش همشي. طيب الحمد لله. لازم أعيط، لازم أعيط عشان ما تمشيش من الشركة جميلة. يعني أنت ممكن تقبلي بقى عزومتي على غدا، ماشي؟ لا أنت كده بقى بتمثل، وأنا أنا خلاص همشي. لا لا يا جميلة، تمشي إيه؟ طب وأنا كل ما أقول لحد يتغدى معايا يفتكرني إن أنا بمثل. خلاص بقى، خلاص. انت عارفة ان انا مقصور، يعني اسف، اول مرة ابكي قدام حد فعلا. بصي قد ايه الحمد لله. بقول لك انا اول مرة افضفض قدام حد كده الصراحة،
وفرفر قدام حد بالشكل ده بصراحة. وبجد يعني اختيارك للقميص بس برضه محمل لي حالة مش عارف ليه. فأنا متشكر قوي جميلة على اللحظات دي. اتفضلي على مكتبي. اتفضلي. وهتنسي إن أنا صاحب الشركة يا هاني. ده أنا هرسمه كاريكاتير الكلام اللي قلناه ده. صباح الخير يا أنسة جميلة. صباح النور. مستر أكمل. هو أنا جاي من العمر كده. جميلة 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 الحقي. الحقي. مش انا امبارح انا وبابا كنا قاعدين بنتكلم في الموضوع بتاعك وقلت له ان جميله ملهاش دعوه وجميله وبابا ما عملش حاجه وجميله دي بنوته جميله كيوته. قال لي خلاص يا اكمل خلاص يا حبيبي احنا بكره نروح لمامتها ونعتذر لهم ونجيب لهم حاجه حلوه بمبلغ كبير جدا. قلت له ميرسي يا بابا والحمد لله. لا يا اكمل ما فيش داعي. لا في داعي لان انا وبابا عملنا مجهود كبير جدا امبارح. تيجي تضيعيني في لحظه ما فيش داعي خلص الموضوع خلاص. انا بقى اروح لبابي واقول له خلاص يا بابا انا رحت كلمت جميله وقالت لي لا مش عايزين حد يجينا بلا باباك بلا عرف. ايه ده انا قلت كده؟ اه اكمل. هو انت مش فاهم يعني الفكره بس ان الست والدتك يعني ممكن يا جميله تشيلي ماما من دماغي خالص ممكن مش انا ابنها مش لاقي لها تفسير والله انا خايف ادور الاقي دي مش امي متبنياني مثلا. بص يا اكمل انا مش حطها في دماغي بس انا مش عايزاها تبقى متضايقه خصوصا ان احنا بقينا جيران وكمان انا بشتغل معاك هنا. يا جميله ماما هتتضايق هتتضايق والله صدقيني انا عارفها اكتر منك. ده في اي مناسبه عندنا بنلاقيها مكشره قوي كده في يا ماما فرحانه فرحانه يا حبيبي كده بتبقى عامله كده جميله. اكمل انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. لما تيجي نخش المكتب. هو انت على طول كده؟ بس مش هينفع هنا كده انت جريئه قوي. اكمل انت اوفر قوي على فكره. اديني فرصه اقول لك. ايه يا جميله عايزه ايه؟ الخوف اللي مامتك بتخافوا عليك ده خوف مرضي. يعني انا هتعدي؟ مش عارفه هتتعدي ولا لا بس لازم تتعالج. انا ولا ماما؟ ركز معايا اكمل. مامتك هي اللي عيانه مش انت. في ايه يا جميله؟ انت عايزه تكرهيني في امي؟ اه يا جميله انت كده بتضغطي على نفسيتي فانا اروح البيت اقعد افكر كتير. ماما خانقاني ماما عامله لي دوشه ماما مش عارف ايه قوم جاي داخل عليها البيت قوم جاي خانقها لحد ما تموت. او ماي جاد زي ما انتوا زي ما انت على وضعكم كده. ايه ده الله الله حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده. لا يا رشيمة والله ده هي اللي جايه من غير بنطلون. ايه رايك بقى اروح اجيب لكم اتنين ليمون خلاط وعصفورتين كده خلي الجو يحلو. هو الجو بيحلو بالحاجات دي؟ دي قديمة قوي. بقول لك ايه؟ احترمي نفسك احسن لك. مش كفاية يا بنت اللي انت عملتيه في البيت جاية ورانا حد الشركة؟ لا انت شكلك كده ما حربتيش من المرة اللي فاتت وعايزة تتربي. لا جميلة انت استعجلتي. مين استنى انت لو سمحت. نو انا متربية امي كويس قوي انت اللي عايزة علقة تخرج من نافوخك. هرشيمة في ايه؟ انت مش محترمة ان في ابن خالتك واقف؟ هو فين؟ فين ايه؟ هرشيمة هرشيمة ايه هتاكليها زي البنت اللي فاتت؟ دي بالاحمر اللي هي لابساه ده انا عاملها معامله الكاتشب. حلوه. تاكل مين يا حبيبي والكاتشب ايه؟ انا هربيك. بس ايه العبط ده؟ ايه العبط ده اللي انا فيه ده يا رب؟ بس يا رشيمه يا رشيمه امشي معايا امشي يا رشيمه خلاص بس 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 يا بنتي بس بس خلاص عيطي مش عايزه اعيط خلاص اعيط يا عم وسع كده. مستر اكمل بس في انت بتتفاجئ ليه بيا كل مره يا عم؟ يا عم مستر اكمل ايوه انا مستر اكمل. فهمتي انا عاوزه منك ايه؟ ايوه حضرتك فهمت. حضرتك عايزه تعرفي كل حاجه بتحصل في المكتب من غير ما استاذ اكمل يعرف. ببعت لحضرتك التقارير اليوميه. صح مظبوط كده. بس حضرتك انا قلقانه ده صعب قوي وبيزعق على طول ولو عارف ان انا بعمل كده ممكن يمشيني من الشغل. يا حبيبتي ما تقلقيش انا شويه كده وهكون معاكي في المكتب. صحيح. ايوه صحيح. اهم حاجه ان انا عاوزه اعرف بالتفصيل الممل كل حاجه بتحصل في المكتب من ساعه ما اكمل بيخش الشركه لحد ما يخرج منها. بيخش الحمام امتى بيخرج امتى وهو قاعد في المكتب بيعمل ايه مين بيخش له مين بيجي له. مفهوم؟ تحت امر حضرتك. اهم من ده كله بقى انا عايزاكي تراقبي البنت اللي اسمها جميله دي. ايوه فهمت.
من الواضح حضرتك ان هي وراها حاجه كبيره قوي قوي. ما تصوريش قد ايه. بشويش في ايه يا حبيبتي؟ عيني غلطه، انا اتضربت وبهدلت ومبقتش نافعه تاني. ازاي ضربتي من مين؟ البنت المعصعصه المسافرده اللي اسمها جميله ضربتني وبهدلتني وما قطعت لي هدومي. قطعت لك هدومك ازاي يا حبيبتي؟ ايوه اللي الجاكيت ده كان مقفول وهي راحت فتحه لي. فليه بقى كنت انا على اللحم دلوقتي متفضح قدام الناس؟ لا يا قلبي لا ابدا، انا هطلع لك عينيها. ايوه شفتي شفتي انا قصدي ايه؟ انا لازم اطلع عينيها. عايزة شعرة ملح. بابا يا بابا. جميلة اهلا اهلا حبيبة بابا، عامل لك بقى مسقعة باللحمة المفرومة والصنوبر، هتاكلي صوابعك وراهم. وحدقي وتقولي لي مسقعت امك ولا مسقعتي؟ متشكرة قوي يا بابا، انا كنت عايزة اتكلم معاك. يا سلام تتكلمي معايا وانا في ديك الساعة لما بنت حبيبتي تطلب انها تقعد وتتكلم معايا، دي ساعة حلوة قوي. بابا انا بصراحة مش مبسوطة من نقلتنا دي، اللي خلينا بس سيبنا بيتنا القديم. قولي لامك. طب ليه ما تقولهاش انت؟ اخاف ازعلها. بابا انا عارفة ان انت كمان مش مبسوط من نقلتنا دي، اللي خلينا نسيب بيتنا القديم والناس اللي بنحبهم ونيجي نقعد هنا في اخر الدنيا. امك وقفت جنبي في حاجات كتير قوي وساعدتني لحد ما عدينا صعب كتير، فمش عايز اقول لها بقى. وبعدين اللي طلبته يعني مش كبير قوي. بابا انت عارف في الشقه هنا ايجارها كام؟ يا ستي مش كتير ولا حاجه، وبعدين وايه يعني انا اقدر ادفع؟ ده هتاخد نص مرتبك. يا ستي وماله، انت ما شاء الله دلوقتي كبرتي وبتشتغلي، وبعدين انا وامك مش محتاجين الفلوس في حاجه، وبيني وبينك هنا مش وحش قوي يعني. يا منير افتح الباب. هو كل حاجه منير منير، والنبي وسط اتقطم من الهوام والقعان. الله هي فين؟ هي مين؟ السنيوره بنتك. نعم خير، في ايه تاني؟ انت عامله فتوه يا بنت انت ولا ايه؟ انا مش فاهمه يا مسلوعه انت. فتوه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تقلي ادبك على هيروشيما؟ قصدي على منى. هي اللي استفزتني، وبعدين انا اللي رشني بالميه رشه بالدم. ده انا هرشك مش بدم، بميه نار يا ليله الادب. يبقى قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. انت اللي تقولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. في ايه؟ في ايه بس يا ست رحمه؟ يعني ما انتش عارف حضرتك في ايه؟ لا مش عارف، قولي لي مين اللي مزعلك وانا اخد لك حقك منه. الست دي ايه اللي جابها هنا في شقتنا؟ اقول له يا ست يا محترمه، انت كنت نايمه فين امبارح انت وبنتك؟ قلنا له وحكينا له بالتفصيل الممل، ميس اندرستاند وحصل وانتهينا. يعني انت كنت عارف ان بنتك ومراتك كانوا نايمين عندنا وفي اوضه ابني؟ ايوه طبعا عارف، الاستاذ حسين جوزك وابنك لقوهم واقفين على السلم، صعب عليهم بدل ما يباتوا على السلم خدوهم باتوا عندكم. الناس لبعضها. ناس لبعضها؟ هو انت منهم؟ طيب وديني انا هعرف اتصرف معاكوا ازاي يا مسلوعه انت؟ البلاوي اللي اتحدفت علينا دي يا ربي مش معقول. ما تقعدي يا مدام تدوقي مسقعتي. لا الست دي مش ناويه اجيبها البر. مش ناويه اجيبها البر ابدا، ولازم مناخيرها تتكسر، لازم تتحطم. بس ازاي؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده احنا مالنا ومالهم؟ وبعدين احنا نقطع علاقتنا بيهم نهائي، واذا كان على الشغل بلاش من الشغل ونعزل من اساسه. لا نعزل ده ايه؟ الكلام ده كان من دقايق، لكن طالما بقى دخلت في تحدي يبقى يانا يا هي. يا هي. بقول لك ايه؟ هو السنيبر اللي انت حطيته على المسقعه حمرته كويس؟ حمرته طبعا بس ما حرقتوش. واللحمه المفرومه دابت كويس؟ جايبها ملبسه. طب يلا بقى هات لنا شويه لفت مخلل ويلا هات الصينيه. لا لفت ايه؟ لسه مش اوانه. طب خللت لنا خيار؟ خللت الخيار وحدوقي بقى. طب يلا اغرف الخيار وهات الصينيه وحصني. يلا هتاكلي صوابعك ورا المسقعه. يلا يا منير بسرعه. تعباني حتى الخيار ما انتش قادره تخلليه.
انا شفت بابا. ايه يعني شفت محمد منير؟ مالك في ايه؟ في ايه ده طلع طيب خالص. حلو زي ده طيب خالص بقى قوي. انت ما جيت انت. بقول لك انت وهو انتوا لازم تجيبوا لي حقي. انتوا لازم تجيبوا البنت دي من شعرها وتعرف ان الله حق. انتوا لازم تجيبوا لي حقي الا وديني 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 مانيش عدلكم في البيت ده ثانيه واحده. لا لا يا رحمه اوعي تقولي الكلمه دي. هتسيبينا وتروحي فين؟ ونتهتم من بعد جلال الواد الغلبان ده. روحي. البنت دي لازم تعرف ان لها حق. انت عارف يعني ايه لازم تتعلم الادب. يا ماما يا ماما هيرو هي اللي غلطانه. يا بابا دي قعدت على البنت جميله الصغننه دي. ايوه ايوه انت عارف يا ودي انت واد صايع. وانا ما كنتش واخده بالي انك صايع. يا بابا هنا طيب حسين. الواد ابنك ده صايع وبتاع بنات. انت عارف كده ولا مش عارف كده؟ بتاع بنات. وانا ما كنتش واخده بالي كنت نايمه على وداني كنت فاكره مغمضه. ارجوكي الا ده اضربي فينا زي ما انت عاوزه. تقول الكلمه ثلاث مرات زي ما انت فاهم ان انا دماغي ديت ايه ما بتفهمش. عماله تتكلمي تتكلمي. ابني راجل مؤدب وانا راجل مربي وفاضل. ابني مش فاضي يعمل الحركات القرعه ديت. ده من الشغل للبيت للبيت للشغل وممكن يروح البيت تاني او الشغل تاني عادي. ده اللي بيروحوا. ظلم ظلم والله العظيم. اخرس خلاص يا ماما. اخرس هتصرف معايا. اخرس خلاص. طب الحته دي والله العظيم وجعتني يا ماما. طيب انا هتصرف معايا خلاص. هقول لهيرو مالكيش دعوه بجميله وهقول لجميله مالكيش دعوه بهيرو وهقول لهم الاثنين مالكوش دعوه بماما وهقول لي يا ماما ما تضربنيش هنا تاني عشان بتوجعني جدا والله. هو ده اللي انت قلت عليه؟ هو ده اللي بعتت. بصوا بقى بقول لكم انتوا ايه. كلمه واحده هي كلمه واحده. لو ما جبتوليش حقي وديني 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 وانا قاعده في البيت ده دقيقه واحده و70 وعلشان تجيبوا لي حقي لازم تخرج من العماره دي كلها. 70 سامع؟ سامع لتأدب. لتأدب الاخيره دي عليا ولا عليك؟ انا لو كنت اعرف ان امك دي بصدى صوت كده هيوفى ايه منور عملتها ولا لا ايه في ايه. طب ما تعمل حاجه. ما انت برضه المفروض المسؤول عن البيت يعني المفروض. بنتي يا جميله انا قعدت فكرت في كل اللي انت حكيته لي وفكرت فيه بعمق. وانا جوه العمق ده اكتشفت ان الواد اكمل ده عينه منك. عينه مني؟ عينه مش مني. انا مش هتجوزه. ليه؟ عشان ابن امه. يا حبيبتي ما كل الرجاله اللي قدامك دول ولاد امهم طالعين من بطن امهم. طالعين منين يعني؟ واللي رضعتهم امهم اما اللي رضعهم ابوهم. الراجل ما يعبوش ان ابن امه. ما تفوقي معايا بقول لك الواد عينه منك. ماما ريح نفسك من الموضوع ده خالص. انت هتكسبي فيه ثواب. هكسب فيه ثواب ليه؟ هتعالجيه. اعالجه من ايه؟ من سيطره امه القرشانه الحربايه. ماما انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزك يا بنتي ترتاحي. عايزك تتجوزي جوازة حلوة. ماما ريحي نفسك. أنا لا يمكن لا يمكن لا يمكن أتجوز دلوقتي. أنا لسه عندي حاجات كتير قوي لسه ما حققتهاش. أنا نفسي أفتح شركة كبيرة. نفسي بقى أكبر مهندسة ديكور في مصر. في مصر إيه؟ لا في العالم كله. يا حبيبتي ونهاية العالم إيه؟ مثلث برمودا اللي كل الناس بتوه جواه. إيه يا ماما ده؟ يا حبيبتي أنا عايزك تفهمي الدنيا وتبقى واقعية كده. وعايزك تقدري الراجل اللي بيحبك ومعجب بيكي. شاب زي القمر. تريحي نفسك وتستتي بدل ما تتمرمطي. ايه يا ماما الاحباط اللي انت فيه ده يا ماما؟ يا حبيبتي انا مش عايزه احبطك. انا مش عايزاكي تلفي في دوائر مغلقه وبعدين في النهايه تلبسي في حيطه. ماما انا هعمل اللي في دماغي. هو ايه اللي في دماغك يا حبيبتي؟ طب انت عايزه رحمه القرشانه دي تنتصر عليكي؟ تنتصر علينا يا ماما واحنا في حرب. ايوه احنا في حرب. الحرب العالميه الثالثه. ايوه الست دي عايزه تكسر مناخيرنا. عايزه تجيب مناخيرنا الارض. لازم نعلمها الادب. ومش هنعرف نعلمها الادب غير عن طريق ابنها الدلوعه. ماما ما تسخنينيش. لا اسخني معايا وفوقي كده. لازم ننتصر ونرفع العلم فوق الجبهه. علم وجبهه؟ في ايه يا ماما؟ مش عايزه الواد يطير منك. الواد غلبان. الواد محتاج لك. محتاج لي في ايه بس مش فاهمه يعني. يعني ايه محتاج لي؟ يرضيكي الشاب اللي زي الورد ده يتجوز حديقه الازبكيه. البنت هيروشيما. حرام يقع في التل ده. حرام. ده واد مسكين. الواد ده مفتاح الاحلام. الواد عنده مكتب ديكور. مكتب ديكور جاهز. بدل ما تروحي تأجري مكتب وتفرشيه ولسه هتشتريه تروحي المكتب تبقي المديرة بتاعت المكتب وتسيطري على أكمل. يبقى خاتم في صباعك. روحي يا أكمل. تعالى يا أكمل. يعني عايزانا اتجوز واحد أهبل عشان أحقق أحلام يا ماما؟ مش أحسن ما تتجوزي واحد يقعدك في البيت ويقولك ما تشتغليش؟
ماما انت عايزه تجوزيني اكمل ده باي طريقه ليه؟ مش فاهمه يا بنتي. الواد مناسب ليكي قوي. الواد مقرش. مقرش؟ مقرش قوي. يعني معاه فلوس؟ طبعا. فلوس كتير؟ ايوه كده بقى. الفضول بتاعك خلاكي فكرتيني بنفسي وانا صغيره. ما هو ما دام معاه فلوس كتير يبقى فكر. فكري بعمق. العريس ده ما يتفوتش ابدا. ده شاب زي القمر. ما كانش لازم تخليها تمشي يا بابا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اديك انت شاهد عليا. بص ايديها مفيش فايده. عملتها اقصى وسعي. ثواني معلش يعني اقصى ما وسعي دي مش جمله بابا. اقصى ما في وسعي يا بتاع اللغه العربيه ما تفهمها كده وخليكش روش. مش بتفهمها وهي طايره؟ اقصى ما في وسع يا سيدي. اعمل ايه اكتر من كده؟ اموت نفسي؟ لا يعني هتبقى ماما سايبه البيت وبابا يموت نفسه وانا بقى اعيش لوحدي. ما انا كده هنتحر يا بابا. شفت بقى؟ 30 سنه يا اخي 30 سنه عايش معاها. تخيل لما انت تبقى 30 سنه كل يوم بتاكل فول 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 هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ قول لي. تزهق الصراحه. انا زهقت وانت بتقول. شفت؟ هتزهق. ما تاكل قرنبيط كده ويبقى كاتب على نفسك وقاعد في وسط الناس وعايز تتنفس. تتنفس. هتتنفس زالة معاه. يعني ده ياكلهم لو هو مسجون بقى. شوف بتفول في وشي مسجون. طب بس ماما طيبه برضه. ما انا طيب يا قلبي. انا طيب ولا مش طيب؟ انت كل سنه وانت طيب. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. صح السلام. عامل انت؟ عامل انت ايه يا بابا؟ انا مش فاهم دلوقتي الجواز ده ايه؟ يعني انا اتجوز ولا لا؟ بص كده. كده كمان. اتجوز. وانا جاي اكشف؟ ايه اتجوز دي؟ هو انا جاي اخد رايك انا ينفع اتجوز ولا لا؟ انا بقول لك يا بابا هو انا يعني ينفع اخد الخطوه دي ولا ما اخدهاش؟ يعني الجواز ده حلو ولا وحش؟ الجواز حلو. الجواز حلو بس مع اي واحده غير امك. ترابيس مقفولة على دولة معدولة تخطيط ودماغ لسه في سنة أولى تخبيط وجيران وبيبان مقفولة لف ودوران فاكران يا عبيط لخبطة شخبطة قصة ملخبطة دماغه تعبانة مش متظبطة وأنا مش في مزاج وبيرمي العطا ده خارب أهلك وعن اللي حويط بنات حوا ترسم تتدلع تتلوى محموقة تعبانة عايزة تهوى خرجنا شوية ومشينا ولاد آدم عينهم زينا وباصة لبرا وما بصش في مرايته المرة يا رب نشوف ايه بعدنا نفسنا مع جنب بتقول بس انا وانا بقى عمال مفحوط السنة ودي فالحة تعيش دور المسكنة هي وأهلها طلبات طلبات مفرمة مفرمة دي بقت مفرمة ده عايزنا بقاله معجبة مغرمة مامته بتعمل حملة منظمة نفسها لو تضرب مطلقة بنات حوا ترسم تتدلع تتلوى محموقة تعبانة عايزة تهوى خرجنا شوية ومشينا ولاد آدم عينهم دوران فاكران يا عبيط لخبطة شخبطة قصة ملخبطة دماغه تعبانة مش متظبطة وأنا مش في مزاج وبيرمي العطا ده خارب أهلك وعن اللي حويط بنات حوا ترسم تتدلع تتلوى مخنوقة تعبانة عايزة تهوى خرجنا شوية ومشينا ولاد آدم عينهم زينا
طلعت تلوى محنوقة تعبانة عايزة تهوى، خرجنا شوية ومشيناه ولا تقال